السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. موضوع حلقتنا النهاردة هنتكلم فيه، جايلك كومنتات كتير جدا وقلت اطلع معاكم واتكلم وارد على الاسئلة علشان ارد عليها بكل وضوح. يلا بينا نبدأ حلقتنا ونشوف الاسئلة اللي جاية عبارة عن ايه، وهنتكلم في انهي مواضيع. هنتكلم في مواضيع كتير جدا مختلفة النهاردة في الحلقة. الحلقة ان شاء الله هتعجبكم، خليكم معايا لاخر الحلقة. يلا بينا نبدأ. ما تنسوش قبل ما نبدأ، لو أول مرة تشوفوا القناة لسه ما اشتركتوش فيها، نزلوا اشتركوا فيها، فعلوا زر الجرس عشان يوصلوا كل الفيديوهات الجديدة. ما تنسوش اللايك والشير. يلا بينا نبدأ حلقة النهاردة. أول كومنت معايا، السلام عليكم، بتقول هي عندها قطة، القطة عندها 25 يوم بالظبط، هي اكلتها لانشون واكلتها لحمه واكلتها شويه حاجات كده، طبعا ما تنفعش لسن قطه عندها 25 يوم، وبتقول ان القطه عندها اسهال شديد، واحده فيهم ماتت والتانيه تعبانه، يعني هما كانوا قطتين، واحده فيهم اتوفت والقطه التانيه لسه موجوده وعندهم 25 يوم بس. طبعا القطه في السن ده او في العمر ده بتكون لسه ما اتفطمتش، يعني بتكون لسه بترضع. لو امها موجوده معاها طبعا بنستعين بلبن الام، وبترضع من الام بتاعتها، وبعدين بنسيبها لغايه ما تتفطم، وبعد كده بنبدا ناكلها. واقول لكم الاكل المفروض هتاكله ايه بعد الفطام. لو الام مش موجوده مع القطه، يبقى هندي القطه رضعتين لبن، لبن يكون خالي من اللاكتوز، لان طبعا اللاكتوز مضر جدا للقطط، ما بتعرفش تهضمه فبيتعبها ويخلي عندها اسهال. الوجبه اللي هتتاكل مع وجبتين اللبن بتبقى عباره عن حاجات خفيفه جدا وحاجات بسيطه وبكميات قليله. يا جماعه ما ينفعش قطه عندها 25 يوم اكلها لانشون، اصلا اللانشون مرفوض ان احنا ناكله للقطط اساسا، سواء الكبيره او الصغيره، علشان بيعمل ديدان في البطن وكمان بيعمل فيروسات. فالقطه المفروض ناكلها سيريلاك بالقمح بدون حليب، بيبقى موجود في الصيدليه، وناخد معلقه كبيره وبنعملها على شويه ميه، بندوبها ميه دافيه وبنديها للقطه كوجبه مع الرضعتين. غير كده في السن ده القطط المفروض ما تاكلش. لو القطه اكبر شويه، مثلا شهرين او شهرين ونص، والام بدات ان هي تفطم ولادها، بتفطمهم طبعا بالتدريج مش بتقطع مره واحده، فبنبدا برضو ناكلها اكلات معينه بمقدار معين، لان المعده بتبقى لسه صغيره ما بتلحقش تهضم الاكل ده، فالقطه بيجي لها نزله وبترجع وبيجي لها اسهال، علشان المعده بتبقى صغنطه قد كده، وانت بتدخلي فيها كميه اكل كبيره قد كده، ما تنفعش اصلا ان هي تاكلها. ده شكل الببرونه اللي المفروض القطه تشرب منها اللبن لو امها مش موجوده، لو انتوا بترعوا القطه من غير امها. ده بيبقى شكل الببرونه كانت عندي ايام ما القطه عندي كانت صغيره، فطبعا انا جبتها احتياطي بحيث لو القطه عندي ما رضيتش ترضع كويس، او كان فيهم قط ضعيف، لو في قط ضعيف في القطط ما مش عارف ياكل من اخواته، لو هم كميه كبيره 5 قطط ولا حاجه، فبنجيب له اللبن نساعد معاه علشان صحته تبقى زي صحه اخواته ويكبر شويه. دي الببرونه، يعني حبيت برضو اوريكم شكلها واوريكم شكل الايه الحلمه بتاعتها، بتبقى عامله كده رفيعه بوز كده، ده شكل الببرونه اهو، بتبقى مدرجه درجات زي كده، وبنعمل لها كميه اللبن القطه بتاخدها، وما بتاخدش الكميه كلها مره واحده، يعني مثلا لو عملنا لها 30 مللي، ال 30 مللي دول ما بتخطفهمش كلهم على بق واحد، يعني بنديها شويه ونستنى شويه، لو هم كذا قطه بنقسم الرضعه على القطط. طبعا ده روميو جه اول ما حطيت الترابيزه قعد جنبي، وجبت له طبعا الوجبه بتاعته، انا عامله له كبده فراخ زي ما انتم شايفين اهي، جبت فراخ النهارده وخدت الكبده بتاعتها وحطيتها له علشان ياكلها. عملت له كبده الفراخ، طبعا هو شالها من الطبق، مش عاجبه ان هو ياكل في الطبق، اكلها على الترابيزه اهو زي ما انتم شايفين كده، هو جه قاعد جنبي قلت احط له الوجبه بتاعته ياكلها. الكبده دي انا بعملها له كل اسبوعين، بجيب له كبتايه كده واروح عاملاها سلقاها له بميه، يعني لما اعمل الفراخ ما بحطهاش مع الفراخ وبعدين اطلعها اديها له، ان الفراخ عندي طبعا بحط لها توابل وحاجات، فما ينفعش ان هو ياكل بتوابل اصلا، فبسلقها له بشويه ميه كده، شايفين هو خدها ومشي وجري بيها هياكلها على السجاده تحت، مش عاجبه ان هو ياكل في الطبق خالص. روميو
روميو معايا ايمان، القطه بتاعتها عندها 3 شهور ونص. القطه كانت كويسه جدا وبتلعب ما فيهاش اي حاجه، فجاه بقت بتنام كتير ومش بتاكل، وبعدين حست ان جسمها سخن شويه. طبعا بقول لك يا ايمان القطه بتاعتك احنا في الجو درجه حرارته اساسا عاليه جدا وحر، وهي لسه سنها صغير 3 شهور ونص، يعني صغيره مش هتستحمل الحر. قعديها في مكان يكون فيه هواء او شغلي مروحه يكون الاوضه فيها طراوه، وكمان حاولي تقللي لها حراره جسمها شويه وتقيسيها بالترمومتر. انا كنت عامله حلقه ان ازاي نقيس القطه بتاعتنا بالترمومتر، هتحطي الترمومتر في مؤخره القطه وتقيسي، لو لقيتي درجه حرارتها زياده عن 39 درجه 40 درجه يبقى كده القطه سخنه ولازم ننزل الحراره بتاعتها بكمادات ميه على طول. بالنسبه للنوم، القطط بتحب تنام كتير. انا عندي روميو بينام طول الوقت، يقوم ياكل يلعب شويه صغيرين كده وتبص تلاقوه قاعد كده وخد جنب ونام. القطط اصلا من النوع اللي هي بتحب تنام كتير، كسوله يعني، مش اللي بتقوم. وبعدين في الحر بيبقى الحر مضايقهم لان القطط ما بتحبش الحر، وفي نفس الوقت برضو ما بتحبش البرد، يعني مش عارفه هي عايزه ايه بالظبط، لا ده عاجب ولا ده عاجب. فانا بقول لك قيسي حرارتها. طبعا هي ردت عليا لما قلت لها، قالت لي طيب والاكل؟ قلت لها الاكل بتكون حاجات مسلوقه، اكليها مثلا بطاطسايه مسلوقه، حته فرخه مسلوقه يكون فيها شوربه دافيه، وتتاكدي ان الحراره بتاعتها نزلت وبقت كويسه. كومنت كمان، القطه بتاعتها بترجع وفي الترجيع لقيت فيه فرو، يعني الفرو ده يعني شعر. طبعا انا حابه اطمنك، لو القطة بتاعتنا رجعت مرة واحدة بس وكان الترجيع ده فيه شعر او فيه فرو من التنظيف نفسها، ما تقلقيش خالص، ده بيحصل كل فترة لان القطط بتنظف نفسها، فلازم المعدة تطرد كرات الشعر اللي بتبقى موجودة في المعدة. فبقولك ما تقلقيش خالص، ادام هي مرة واحدة ان شاء الله هتبقى كويسة. انما لو القطة بتاعتنا كانت كويسة وفجأة لقيناها رجعت الترجيع اللي هو الاصفر، هنعمل الاسعافات الاوليه اللي انا بقول لكم عليها، هنمنعها من الاكل لمده 8 ساعات او 12 ساعه، هنسيب قدامها الميه بس، وبعدين هنجرب معاها الاكل بكميات صغيره جدا. لو القطه اكلت وشربت معانا بعد ال 12 ساعه يبقى خلاص مفيش مشكله، هو كان ترجيع عرضي مش مرضي. انما لو القطه فضلت ترجع معانا، ده لازم بقى نشوف هي كانت واكله ايه الاول ولازم نديها علاج. هاجر بتقول لي القطه بتاعتها عندها 57 يوم، اكلتها جبنه وبيض ولانشو ولبن، وبعدين القطه جت على العصر كده ورجعت الاكل كله. عايزه تعرف ده من ايه. طبعا 57 يوم برضو القطه لسه صغيره، وما ينفعش برضو تاني هقرر ان هي ما ينفعش تاكل لانشون ولبن وجبنه وكل الحاجات دي كلها مره واحده. لازم نعمل نظام غذائي للقطه طول اليوم، نمشيها على نظام غذائي لغايه ما تتم 3 شهور 4 شهور، نبدأ ندخلها أكل جديد. ولما ندخلها أكل جديد بندخله بكمية صغيرة علشان نعرف معدتها هتتقبل الأكل ده ولا هترجعه. فطبعا هي الغلطة اللي عملتها برضو ان هي اكلت لانشون وادت لبن. انا هي لسه ما ردتش على، انا رديت على الكومنت بس هي لسه ما قالتليش اللبن ده اذا كان خالي من اللاكتوز ولا اللبن العادي، لان في ناس كتير جدا بتدي اللبن العادي للقطط بتاعتها وهي ما تعرفش ان اللبن ده بيضر القطة. طبعا انا رديت عليها وقلت لها نمنع الاكل عن القطه مادام في ترجيع، ونسيبها شويه من غير اكل 8 ساعات، وبعد كده بنبدا معاها الاكل بكميات صغيره، وما ينفعش ان احنا ندي لانشون للقطه خالص. هبه بتقول القطه بتاعتها عندها انتفاخ في البطن، وديتها للدكتور قال لها ان بطنها مليانه ميه كتير، يعني بطنها منتفخه كده من الميه، وبعدين هي بتديها اكل عادي زي الدجاج المطبوخ. فطبعا انا بقول لك انتفاخات البطن دي بتيجي من سوء التغذيه، يعني القطه ما بتاكلش اكل صحي، ما بتاكلش اكل مسلوق، ما بتاكلش خضار، ما بتاكلش اكل فيه فايده، فعشان كده بطنها بتبقى منفوخه. منفوخه دي يعني من كتر الاكل، المعده بتاعتها بتبقى زي الانسان لما بيكون عنده غازات، لما بياكل حاجه القولون بتاعه بيوجعه، مثلا بقوليات، حد القولون بتاعه تعبان وبياكل بقوليات فبيضر القولون اكتر. هي القطط كده برضو، لما بتلاقي مفيش نظام غذائي عندها وبتاكل اي حاجه، وطبعا لازم الاكل انا قلت من غير بهارات ومن غير ملح ومن غير بميه بس من غير اي حاجه علشان ما يتعبش،
الجهاز الهضمي بتاع القطة، ويتعب ويجي لها انتفاخات ويجي لها غازات، وكمان يخلي ريحة بقها مش حلوة، فلازم القطة تاكل أكل صحي. كومنت كمان بيقول لي ان القطة بتاعتها بتتنفس بسرعة ومش قادرة تاخد نفسها ومش عارفة اعمل ايه، وفي صوت في صدرها. طبعا بقول لك في الوقت ده لازم نعمل جلسات بخار. جلسات بخار دي بنعملها في البيت، مش بنروح للدكتور ولا اي حاجة. هنجيب البراد مية وهنحطه على النار يغلي لغاية ما يطلع بخار، البخار ده وهنطفي النار. بعد ما يطلع بخار هنطفي النار، هناخد القطة بتاعتنا وهنجيب فوطة ونخلي القطة بتاعتنا على راسها الفوطة، وهنخليها تستنشق البخار اللي طالع من المية السخنة. بس نخلي بالنا ان القطة تبقى بعيدة عن الحاجة اللي احنا هنحط فيها المية السخنة عشان ما تتلسعش منها. او هنشغل السخان بتاعنا اللي بيبقى طبعا في التويليت، هنشغله على المية السخنة فهينزل من الحنفية بخار. هنحط فوطة وهنخلي القطة تستنشق البخار ده، هينظم لها التنفس وان شاء الله هتتنفس كويس. طبعا في كومنتات كتيرة جدا، لو قعدت بقى ان انا اقول لكم، بس انا حبيت ان انا ارد على اهم الحاجات واهم الاسئلة اللي بتجيني، وان شاء الله خير وربنا باذن الله ما يضرش القطط بتاعتنا. ونحاول ان احنا كده لو مش عارفين حاجة ندخل على الفيديوهات ونعرف، لو ما عندناش خبرة في تربية القطط. القناة عندي ما شاء الله عليها فيديوهات كتيرة جدا كلها بتوضح، وكلها ما شاء الله كويسة، والحمد لله المتابعين بتوعي لما بيخشوا يتفرجوا عليها بيشكروني فعلا، وانا كمان حابة اشكرهم واقول لهم جزاك الله كل خير بجد. انا بحبكم كتير جدا جدا جدا، ربنا يبارك لي فيكم كده ان شاء الله وتكتروا. بكده حلقتنا النهاردة تكون خلصت، يا رب تكون عجبتكم. ما تنسوش لو اول مرة تشوفوا القناة انزلوا اشتركوا فيها، فعلوا زر الجرس عشان يوصلكم الفيديوهات الجديدة. ما تنسوش كمان اللايك والشير علشان القناة تكبر وتوصل لأكبر عدد من الناس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.